السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرضنا اليوم شقة 4 غرف صالة في منطقة يمرا، خلوكم معنا. العرض عبارة عن شقة 4 غرف صالة مساحتها 200 متر مربع في مجمع اسمه سفير. زي ما تشايفين المجمع عبارة عن 8 أبراج سكنية، موجود فيه 3 غرف صالة و4 غرف صالة. عرضنا 4 غرف صالة اليوم. الخدمات اللي موجودة في الجو زي ما تشايفين ألعاب أطفال خلفي، مساحات خضراء، مواقف للسيارات، بالإضافة إلى جامع بجوار المجمع وسوبر ماركت داخل المجمع، كاميرات مراقبة أطراف المجمع، بالإضافة إلى عندنا بوابة إلكترونية وخدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة يمرا زي هو معروف عند أغلبية المتابعين والزائرين السياح. يمرا مخدومة بكل الخدمات من مطاعم سياحية، فنادق سياحية، المطاعم، بالإضافة إلى سوبر ماركتات وجواهر مول أيضا بالقرب من المجمع. يعني منطقة مخدومة وحيوية بمعنى الكلمة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة وإطلالتها المميزة. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الثامن، الشقة 4 غرف صالة مساحتها 200 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. الشقة هذه في مجمع سفير في حي يمرا. يميننا على طول توزيع ال4 غرف ويسارنا الصالة مع المطبخ. نتوجه إلى المطبخ ومن ثم إلى الصالة والبلكونة. المنطقة اللي أنا فيها منطقة الكوريدور، نقدر نحط هنا في المكان هذا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. نتوجه مع بعض للمطبخ. مساحة المطبخ كبيرة، منطقة خاصة بالثلاجة، ونقدر نحط هنا مثلا دولاب إضافي أو طاولة سفرة صغيرة هنا في هذا الجهة. أماكن الأجهزة الكهربائية، عندنا الشفاط مع عيون الغاز من ضمن الشقة. إطلالة البلكونة من الجهة هذه نشرح لكم هي من جهة الصالة، وعندنا إطلالة المطبخ على البحر. نتوجه إلى الصالة نشوف مساحة الصالة وإطلالتها، خليكم معنا. الصالة مساحتها 30 متر مربع، بس جاية على شكل يعني كيف أقول لكم، جزء من هنا وجزء من هنا. مساحتها جيدة وإطلالتها كمان مميزة، عندنا إطلالة جزئية من هنا وإطلالة مباشرة على البحر من هذه الجهة. مساحة ممتازة، أرضيات، باركي، واجهة زجاجية، وعندنا واجهة زجاجية أخرى. نطلع للبلكونة نشوف مساحة البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ اللي كنا فيها قبل شوية والصالة. مساحتها أقدر أقول 2.5 متر في 3 أمتار. إطلالتها على البحر مباشرة، إطلالة رائعة جدا. وعندنا إطلالة جانبية على المجمع، وعندنا إطلالة الطبيعة أيضا موجودة في الغرف الأخرى. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. تعالوا مع بعض نشوف الغرف ومساحاتها. زي ما تعرفين منطقة يمرا معروفة أنها منطقة مخدومة بكل الخدمات، بالإضافة إلى ذلك أنه في المجمع شرحت لكم في المقدمة فيها سوبر ماركت. عندنا هذه الغرفة الأولى مساحتها 3.5 في 4، وإطلالتها إطلالة جزئية على البحر. نطلع من الغرفة هذه
يمينا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، وعندنا هنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية كمان مساحتها زي الغرفة الأولى، 3.5 × 4، مساحتها متوسطة أقدر أقول. نجي هنا على دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، نظام المروش الجاكوزي، عندنا كلوزيت، وعندنا هنا السخان، والمغسلة راكبة فيها الدولاب. الغرفة الثالثة بجوار الغرفة الثانية، مساحتها بالضبط تقريبا زي الغرفة الأولى، بس شيء مميز انها لها بلكونة خاصة فيها الغرفة هذه، واطلالتها الرائعة. البلكونة هذه اطلالة الطبيعة زي ما انتم شايفين من الجهة الجانبية، وعندنا اطلالة جزئية من جهة البنايات اطلالة البحر. نتوجه الى غرفة الماستر بجوار الغرفة هذه، الغرفة الرابعة والأخيرة، غرفة الماستر مساحتها أكبر من الغرفة الباقية، على أساس أنها غرفة النوم الرئيسية، موجود في كل الغرف التدفئة المركزية، مساحتها ممتازة ولها دورة مياه خاصة فيها، مروش ومغسلة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن شقة 4 غرف صالة مساحتها 200 متر مربع في مجمع سفير يمرة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.